الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد فيما استقرت في أربيل. وقال مصدر مالي إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا 147,800 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الأسعار صباح الاثنين 147,700 دينار مقابل كل 100 دولار. وأشار المصدر إلى أن أسعار البيع والشراء استقرت في محل الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148,750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار أمريكي. أما في أربيل فقد سجل سعر الدولار استقرارا، حيث بلغ سعر البيع 147,800 دينار، فيما بلغ سعر الشراء 147,750 دينارا لكل 100 دولار أمريكي. أعلن البنك المركزي العراقي أن الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية بلغت أكثر من 58 مليار دينار عراقي خلال الأشهر الخمسة الماضية. وأظهر جدول للبنك أن الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال الخمسة أشهر الماضية ابتداء من شهر كانون الثاني بلغت 58 مليار و70 مليون و584,000 دينار، مبينة أن الغرامات شملت أيضاً 176 عقوبة إدارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإهمال. وكانت رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية قد انتقدت مطلع حزيران الجاري قيام البنك المركزي بزيادة الغرامات على المصارف، مشيرة إلى أنها ستؤثر على ربحية المستثمرين في أسهم هذه المصارف. طالبت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية مجلس الوزراء في العراق بتعويض شركة سيركو البريطانية مبلغاً يقدر ب 13 مليون دولار مقابل التنازل عن دعاوى التحكيم الدولي بشأن عقدها المفسوخ مع الملاحة الجوية. وكشفت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء الحالي ينوي إدراج طلب من وزارة النقل يستهدف إصدار قرار بدفع مستحقات مالية لصالح سيركو البريطانية التي كانت تقدم الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي قبل أن تقرر إدارة الوزارة في الحكومة السابقة إنهاء العقد. أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن صادرات تركيا للعراق خلال أربعة أشهر من العام الجاري بلغت 3,600,000,000 دولار. وقالت الهيئة إن حجم الصادرات التركية للعراق خلال شهري كانون الثاني وشباط وأذار ونيسان من عام 2023 بلغت 3,680,000,000، منها 867,000,000 دولار صادرات لشهر كانون و732 صادرات لشهر شباط ومليار دولار صادرات شهر آذار، فيما بلغت صادرات شهر نيسان 970,000,000 دولار. ويستورد العراق معظم حاجاته من السلع والبضائع من الدول المجاورة وخاصة تركيا وإيران، إضافة إلى استيراده من الصين التي تعتبر أكبر مصدر للسلع والبضائع في العالم. تراجعت أسعار النفط متخلية عن المكاسب التي حققتها في اليوم السابق، حيث طغت المخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي على مخاوف إمدادات التي تثير عندما أعلنت السعودية عن أكبر خفض للإنتاج منذ سنوات. وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت بمقدار 27 سنتا إلى 76 دولارا و44 سنتا للبرميل، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 33 سنتا ليصل إلى 71 دولارا و82 سنتا للبرميل. وينتظر المشاركون في السوق الآن لمعرفة ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة أو يعلقها في شهر حزيران، ومع عدم وجود الولايات المتحدة في حالة ركود وأوروبا تعمل بشكل جيد.
أما الآن فإلى أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن. ختام الموجز إلى اللقاء.